سلم نفسك انت محاصر. شباب والله ما تسمج مره ثانيه خلاص. اوكي هنا في تابلت اليخت هذا اعطيه 5 نجوم بجداره يا عيال، لانه تخيلوا من اول ما طلعت ورحت صورت هناك وما ادري ايش، في سياره واقفه هنا او شاحنه للحين. شوف اخباركم، ان شاء الله كلكم بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو اليوم. وزي ما طلبتم انتم الفيديو اللي راح نستكشف فيه هذا اليخت. ما ادري اذا في ناس تعرف معنى كلمه يخت، انا في البدايه ما كنت ادري وش هو يخت، اليوم اكتشفت انها هي سفينه بس كبيره. هي من اليوم رايح لازم احد يقول عبد الله ما يعرف يشرح احلى شرح. قبل لا نبدا هذا الفيديو اللي ما ادري وش راح يصير فيه، اشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات علشان يوصلك الجديد اول باول. انا الحين جالس اصور بالكاميرا القديمه اللي الشاشه حقتها تنقلب، فاذا كنت لا تحسبوني احول يا جماعه، ترى اناظر الشاشه اشوف وجهي لان الكاميرا هنا مدري الوحش ما في شحن ولازم اصور الفيديو هذا الحين. اوكي باخذكم فرع الغرفه، فرع على المكان اللي انا فيه كامل. لكن صدقون والله جبالي سؤال، اليخت اللي انا فيه الحين كم مساحته؟ والله ما ادري، خلونا نسوي بحث. جالس اشوف معلومات عيال مجنونه، يعني انا الحين كم لي يومين هنا توني اقرا الاشياء وتوني اعرف عنها. الشيء الاول يقول لك طول السفينه هذه 120 متر، شقت طريقها من هولندا الى ما وصلت لندن. ما ادري ليش كانت في هولندا، اتوقع صنعوها هناك ما ادري. اليخت اللي انا فيه الحين عيال او السفينه، وش الفرق بين اليخت والسفينه؟ هم الاثنين نفس الشيء ولا هو هي هذا كبير هذا صغير؟ تصدقون بسوي اتصال بصديق. الو السلام عليكم. نعم انت الان لايف. ولايف وين؟ بسالك سؤال ما راح اطول معك. للأمانة جاني سؤال صعب تمام، وفكرت مين أقرب شخص لي ذكي ويعني معلوماته قيمة، قلت ما في إلا أبو عادل. حبيبي السؤال يقول وش الفرق بين اليخت والسفينة؟ السفينة شوف في أنواع سفن، حلو؟ في أنواع يخوت. حلو. اليخت للاكجري والرفاهية، يعني يخت الهدف منه انك والله تروح على البحر وكاشف. السفينة تروح على البر ابو عادل؟ لا السفينة تروح على البحر، بس السفينة وش هو؟ الغرض من السفينة صحيح او يعني حق نقل شحنات بس، يعني ما عمرك شفت سفينة والله وين والله رايح؟ والله طالع سفينه، شو مسوي؟ والله انا اتمشى ابد، ما ابي احد يسوي كذا. اوكي يعطيك الف عافيه استاذ ابو عادل على التوضيح الكافي والوافي، والله يعني ينفعنا بعلمك. لانك اتصال بعد مش خايف. اوكي عيال اسحبوا على كل الكلام اللي قال ابو عادل، ما اعرف والله وش قال. اليخت هذا فيه 130 غرفه وجناح موزعه على 5 طوابق، لكن الغريب انه اليخت هذا ما يتحرك، يعني مثلا لو انزل تحت اقول يا شباب خل نروح هولندا بيقولوا لي اقول لك اقعد هنا بس، فكنت شايل الشيء، كنت شايل هم الشيء هذا لكن ممتاز. في شيء صدمني صدق صدق صدمني، ما ادري صدق هو يعني ولا اللي مسوي المقال هذا يتفلسف او انه حب يبهر ماني عارف. يقول لك استثمرت الشركه علشان تسوي هذا اليخت او هذا المشروع زي ما هو مكتوب 166 مليون باوند. مليون؟ اي والله والله. تدرون الباوند كم بالسعودي؟ الباوند الواحد 5 ريال. 166 ضرب 5 كم يساوي؟ 830 مليون ريال عشان يصور هذا اليخت اللي انا فيه. الله. اوكي بعد ما عرفنا بعض المعلومات عن المكان اللي انا موجود فيه الحين، خلونا نوريكم وش الاشياء اللي موجوده. مشينا طبعا هنا في شباب يلعبون لعبه ما ادري والله وش اسم اللعبه، لكن يرمون زي الصحن واللي بالجهه الثانيه يروح ياخذه، اللي يعرف اسم اللعبه يكتبها بالكومنت. اوكي الحين انا برا هذه الساحه، هناك اليخت. من الاشياء اللي تقهر بالسكن هذا يا عيال انه بعيد عن كل شيء بالدنيا، اي شيء تبيه اقل شيء ياخذ 45 50 دقيقه دون اي مبالغه. وراي هنا بالضبط عيال المترو اللي تاخذه علشان تخش نص المدينه، لان اليخت هذا شوي وبصير في مدينه ثانيه، فهذا الشيء اللي مره قهرني بالمكان هذا.
وبرا حاطين الشيء هذا. اتوقع يعني هذه وقت ما تكون في البحر وتبغى تنزل شيء. شباب والله ما ادري، خلونا نروح للنقطه اللي بعدها، لا تنكبوني، لان لا ما انا جلس ادور اي شيء مكتوب يشرح الشيء هذا لكن ما لقيت. لكن اتوقع شيء له علاقه بالبحر اكيد. عبد الله اكيد له علاقه بالبحر، لان يخت ويخت في البحر، ما راح يكون له علاقه في السماء يعني. لا تتسلق. مين الرايق اللي بتسلق الشباب يا يعني؟ تخيلوا من اول ما طلعت ورحت صورت هناك وما ادري ايش، في سياره واقفه هنا او شاحنه للحين. شوف تخيل جالس اصور رحله البحث والاستكشاف هذه لليخت يوم السبت نص الليل الحين الوقت، والوضع هنا ترى ما يطمن نص الليل. ف مشينا داخل. اوكي، الدور اللي انا فيه الحين هو دور الاستقبال. الغريب اللي لاحظته يا عيال انه دور الاستقبال هو الدور الثالث. العاده كل الفنادق انه يكون جي الجراوند فلور هو اللي يكون فيه الاستقبال اللي اخر شيء، لكن لا، الثالث الاستقبال والدور الثاني غرف والدور الاول غرف. ليش؟ التصاميم عندهم رهيبه عيال وفخمه بشكل كذا يعني يسر العين. زي ما انتم شايفين توزيع الاناره، طبعا ما عليكم من جبهتي. اوكي، الاناره توزيعها جامد، التصاميم رهيبه، فهمت كل شيء الا هذا الشيء. هذا بوب كورن ولا يتهيأ لي؟ لا يتهيأ لي الا والله بوب كورن عيال. الرابط العجيب. لا حد يسألني اللي سويت كذا، بس كانت بخاطري. اوكي، احنا موجود باللاونج بس الخارجي اللي برا اللي طلع البحر وعلى الناس اللي تلعب هنا وعلى كل شيء. طبعا ما زالوا اخويانا جالسين يلعبون لعبتهم اللي ما ادري وش اسمها. وهنا عندك الورد وبد على البحر. ما ادري الشيء هذا وش جابه هنا، لكن معطي ديزاين يعني. هذا شكل الممرات اللي بين الغرف. لاحظت ان اللوح عندهم موجودة بكل اليخت. اللوحة هذه مرة عجبتني، احس ودي اخذها معي البيت. علشان اوصل للغرفة لازم افتح هذا الباب وهذا وهذا. يا ساتر، ليش كل ذا؟ هلا والله من داخل الغرفة. كيف الحركة يا عيال؟ اول ما تخش هنا دورة المياه. كرامة، بيني وبينكم الإضاءة بدورة المياه أفضل إنارة باليخت كامل. معلومة سريعة، إذا دخلت دورة مياه أي فندق وحصلت في كاسات جنب المغسلة، معناته إنه هذه موية صالحة للشرب. ليه ما يشتغل؟ سلم نفسك أنت محاصر. شباب والله ما تسمج مرة ثانية خلاص. اليخت هذا أعطيه 5 نجوم بجدارة يا عيال، لأنه كفاية من الأشياء اللي داخل الحمام. طبعا ما عليكم من الحوسة يا عيال، يعني بليز أي واحد يشوف حوسة يغمض على طول. أول ما دروا الأوتيل إني جاي دقوا عليه قالوا لي عبد الله احنا ندري إنك مثقف وزي كذا، لكن ما عندنا المعلومات الكافية اللي تخلينا نعرف أنت كم كتاب تقرأ باليوم. فقلت لهم أنا باليوم أقرأ 5 كتب، فما قصروا معي فجابوا لي الكتب هذه. اتوقع هذا كتاب كيف الام تعتني بالطفله، مره مفيد. وهذا يعني اذا كنت ابغى معلومات عن بيك بن، برج الساعه ولا شيء الواحد ما يدري. طبعا تلفزيون 1000 بوصة ما شاء الله. هنا موجوده الثلاجه وبالضبط الشغلات هذه مو حقات الاوتيل. هنا مشروبات طاقة، تعرفون الجيم وزي كذا، وبعد الجيم الواحد يرتاح ياخذ له حلا. اوكي، هذا السرير. بالله عليك عبد الله قول والله. قدام السرير في برضو في كل مكان في مرايا، هنا مرايا، هنا مرايا، هذه تعتبر مرايا برضو، وهذه مرايا. اول ما جيت لقيت مدير الاوتيل هذا جالس يشوف قناتي، ف الله يعطيه العافية. لا لا ترى مو لابتوب ذا. اوكي، هنا عندنا يا عيال رسم الباري تيوب. اللي ما يدري ما تابعني في الانستغرام. اوكي، هنا في تابلت يتحكم بالغرفة، واذا تبغى تطلب اكل وتسوي حركات كلمنا التابلت هذا. اوه، في العاب، نلعب انجري بيرد. بسم الله يا عيال. والله لا مرة بعيد. طالت قهوة، تصدقون مصدع. وش اخذ الحين؟
يا عيال تصدقون الصداع راح. في بلكونة ممتاز حلو، في كراسي بعد. اوكي هذه بلكونة طل من الغرفة حقتي زي ما تشوفوا هنا في جسر. انا جسر المسيب سيبون. تخيل تطيحون كذا بالغلط ولا شيء تطلعون تغرقون. اللي ما يعرف يسبح يتعلم سباحة لأن ممكن من يوم من الأيام أطيحكم. أوكي يا عيال أتوقع كذا وصلنا نهاية الفيديو، وريتكم كل شيء بهذا المكان. إذا ما كنت مشترك بالقناة لا تنسى تشترك وتضغط زر اللايك، هذا كان كل شيء، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، ويلا سلام.